السلام عليكم. البنات كلهم بخير، الصحه جيده. بس النهار حتى الكيلو ديال اللوز ها هو غندير تقريبا النص ديالو، نزيد واحد شويه، غندير نص كيلو هكا. هاد اللوز غنخليه وغادي نخوي عليه الماء بارد. نحاول نغسلو، غنخوي الدفعة الأولى. صافي غنخوي عليه دابا الماء، صافي نخليه دابا الليل، غنخليه هنايا حتى الصباح إن شاء الله، وغادي نوري لكم واش غادي ندير ليه. من الغد ليه كيف ما تشوفوا معايا هكا نط، وديت كنقشرو وكنحيد ليه دوك القشور، ماشي بحال ملي تيكون عليه الماء طايب يتفسخ دغيا. هنا تيكون المذاق ديالو زوين، لكن شويه كتفسخ ديالو، ماشي بحال فاش تيكون الماء طايب. لكن انا تنفضلو بهذه الطريقه هذه، الا كان عندي الوقت يكون احسن. المهم كنستمر هكا، راه دغيا حتى هو تيتحيد ما تتعطلش. صافي هنايا من بعد ما كملتو كله غادي نشرو واحد الشيفونه تكون نظيفه، غادي نحيد كاع القشيرات اللي بانوا ليا. صافي غادي نحاول نشرو، خاصو ينشف مزيان كما يبقاش فيه الماء، على الاقل واحد النهار ونص بعدا ولا تكثر يكون احسن. قلت ما نشف قلت ما تيكون زوين. غنطلقو هنايا دابا، غنخليه ينشف وغادي نخرج انايا باش غادي نمشي نجيب الورقه ديال البريوه وندير واحد الدويره، وغادي نرجع ان شاء الله وغادي نشارك معكم كلشي. ولكن خاص ضروري اللوز ينشف مزيان. المهم الورقه جات من هذا داك اللي في شارع الشوقي اللي مقابل مع لاصال. هاللوز من بعد ما نشف يومين هو كينشف، شوفوا كي ولا نشف مزيان. سمعتوا القرمشة ديالو نشف. صافي غنشد النص ديالو ولا اكثر، نحاول نشد هكا هاد الكميه. هادي قل بحال قسمتو على ثلاثة مثلا، واحد تولوت غادي نخليه هكا، وهاد تولوتين غادي نشدهم وغادي نديرهم دابا باش غادي نحمرهم. اللي بغات تقليه تقليه في الزيت، اللي بغات ديرو في الفران ديرو تحمرو. انا غنوري لكم واش غندير. صافي هنا تنجي الاول كلاد غنشعلها، ركبت ليها داك المول ديالها من التحت ها هو كما تشوفوا. ملي شعلتها غندير ليها هنا المود مانوال، وغادي نعطيها درجه حراره على 240 ها هي. ندير اوكي، وغادي ندير فيها شويه ديال الزيت كيف ما قلت لكم. نتوما اللي بغات دير هذه الطريقه درتها شويه، نتوما شفتوا دخلوا الفران تحمروا. اللي بغات تقلي في الزيت يكون الاختيار ديالكم. الزيت واحد تولوت، واحد تولوت ها هو درتو هنايا، غادي نوزعو هكا ونكملوا وندير التولوت الاخر تاع هو. عطلة في الخدمة اللهم ما دام 10 دقائق ولا شحال لكل وحدة، غنبقى هاديهم هنايا. صافي غادي نوري لكم هنا دازت تكون شي 4 ولا 5 دقائق. اي 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 هانتوما شوفوا ها اللوز، كون خليته ربع ساعة يتحرك ها هو محمر. واش تيبان لكم على الإضاءة ولا لا؟ تيبان لي محمر. غنحيدو دابا، نحيدو قبل ما نوضعو هنايا، وغندير الدفعه الاخرى. فوري هنا صافي. ها انتم شوفوا معايا هاد اللوز من بعد ما كنحمرو في الاول كلاد، وغنجيو دابا للثيرموميكس ولا اي مولينيكس عندكم نتوما غادي تحاولوا تطحنوا فيه. غندير فيه هاد اللوز هذا هكا، غنسد عليه وغادي نخليه يتطحن. بالنسبه للاخوات اللي عندهم ثيرموميكس غادي تعطيه واحد 30 ثانيه وتعاود تهبطو بلا سباتيل وتعاود تطحن. كيلو مبارك على السرعه دائما الماكسيمو ديالو. ها نتوما نوري لكم اللوز، ها نتوما شفتو تيصبح بهذا الشكل هذا. ما درت معاه حتى شي حاجه بوحديتو غير هذاك اللوز، وغادي نشدو دابا وغادي نوضعوه هنايا. كنحاول كاع نهبطو هنا. صافي هنا خويت هادو ها هو كلشي هنايا، وغندير هادو هنا هكا
نفس العمليه دابا غادي نطحن عاوتاني هادو، ولكن هادو راه عطيتهم جوج مرات 30 30 ثانيه، هادو غنعطيهم غير 30 ثانيه بالنسبه للاخوات اللي عندهم تيرموميكس. هادو جريتهم مزيان، هادو غادي باش نخرج ليهم الزيت ديالهم لان ما بغيتش ندير فيهم الزبده هنايا، داكشي علاش خليتها جاريه شويه. هادوك الاخرين مع كاين اللي كيدير الزبده في سميتو، انا غادي ندير هاد البريوات بلا زبده بلا سكر. غندير معاهم دابا واحد شويه ديال القرفه، النكهه تتكون اختياريه كل واحد كيدير اللي بغى. غندير واحد شويه ديال القرفه وغادي ندير هاد ماء الزهر. ها هو شفتوا تقطير مقطر ماء الزهر البلدي مقطر، شريته من عند فرحات زوين كاين عنده، عجبني قال لي راه زوين هذا بزاف وانا نشريه من عنده. عطور عطانا بعدا شويه دار لنا في يدينا، حل واحد القرعه عنده حدا لاكيس حلها خوالينا في يدينا، عطو واحد الريحه بحال دوك الوريدات ديال البرتقال. غندير غير واحد شويه هكا لانه مجهد صافي. وغادي نخلط دابا كلشي واحد خمسة ديال الثواني، هو اللي عندها غير ربع عادي غديرها واحد التقليطه خفيفه. غنديرها هانتوما ها طفيت كلشي هنايا، وغادي نجيب هذا الحشو وغادي نحطو على هذا هكا كلشي. وغادي نجيب واحد المعلقه بحال هكا ها هذه ها، وغادي نخويها هنا بلا سكر ولا والو، غادي العسل اللي ما كياكلوش السكر هما اللي الناس اللي مرضين بمرضى السكري الله يشافي الجميع ما يديروش السكر. انا درت هاد العسل الفر زوين هكا صافي. دابا غادي نخلط كلشي من التحت للفوق، ونحاول نرون كلشي هادشي مزيان باش هاد العناصر ينسجموا ليا مع بعضياتهم. هنا الحشو ها هو وجد صافي شفتو، وكنشد دابا هكا وغادي نزيد واحد شويه وغادي نشكلهم كويرات هاد الحجم هذا، غادي نهز ونبدا نشكل ونوضع هنايا، وغادي ندوز باش غادي ندير عاوتاني واحد الحشو اخر. المهم غنكمل هذا نخليه هنايا وندير حشو اخر عاوتاني بالفوسطو، بغات لكم الفوسطو باش نوريكم حتى هو كيفاش غادي يجي. مازال ما كملت هنا، ها هو الفوسطو غندير له واحد الكميه قليله يا ربي. غندير واحد الكميه قليله، ممكن ديروهم نتوما كاملين الا بغيتو بهكا اللي بغيتو نتوما. ندير 150 غرام اوكي صافي. غنسد عليهم وغادي نعطيهم واحد 10 ديال الثواني على السرعه 10. ها انتم شوفوا معايا الفستق كي تيصبح تطحن مزيان، وغادي نضيف ليه واحد شويه ديال العسل حتى هو هكا بهذا الشكل، واحد شويه ديال هاد ماء الزهر ها شويه متكثروش بزاف صافي. وغنسد دابا على كلشي وغنعطي عاوتاني واحد التدويره خفيفه، ولكن تما نهبط ليه كلشي هاد الشيء هاد الجناب هذا، ندير لاسباتيل ونهبط كلشي. ها انتوما غنهبط دابا كلشي هاد الشيء ها شفتو تيتعلق كلشي. غنوضعو دابا في هاد الطبق هذا، القوليه ديالو كبيره هاي هاك شاد راسو مزيان غيديرو سيكار ولا بغيت ديرو بريوات اللي كيعجبكم نتوما. صافي هنا رجعت الكويرات ديالي، انا باقا خدامه هنايا فوالا. غنبدا دابا بهاد الخضرين، هاد الخضرين غنديرهم صغر من هادوك، غنديرهم بهاد الحجم هذا فهمتوا شفتو. غندير معكم واحد الوجات وغادي نكمل انا بوحديتي شفتو هكا. وغادي نجي لهادو وغادي نضغط عليهم هكا واحد شويه، وغادي نوضع فيها هاد نحاول نغطيها مزيان، وغادي نشكلها كويرة. ايوا هانت شفتوا كتولي عندي بهذا الشكل هذا، وغادي نستعمر بنفس العمليه. فغادي ندير واحد الكميه هكا، هنا عندي عنشه مايزينا ولا الدقيق الفورص ولا الدقيق اللي عندكم نتوما اللي بغيتو باش تجمعوا، انا ما بغيتش ندير الفورص دابا هنايا وصافي. هو اللي بغيت ندير انايا النشا دابا غنشدو وغادي ندير منه واحد شويه هكا هنايا شويه باش غادي نسدهم، ما بغيتش ندير البيض
وغندير معاهم واحد شويه كيكه ديال هذا ما الزهر شويه هكا صافي. غادي نحاول نخلطو بيديه نجريه دولتشي بروفومات اه واحد الرائحه خارجه من هذا المسهر واعره. نزيدو واحد شويه اوكي فوالا صافي ونخليه هنا حدايا. غنبدا دابا نقطع هذه الورقه ديال البريوات صافي. هنا باش ما نطولش عليكم الفيديو واخا طويل الورقه هي كيف ما تشوفوا شريتها طريه من عند هذاك 30 درهم اللي كدير ورقه ديال البخار عنده الورقه زوينه هي كيف ما كتشوفوا كنحلها دغيا كتحل صافي. وكناخذ غير الكميه اللي بغيت كنقطع وكنخزن في البلاستيك وكنقطع عليهم دوك الجوانب ديالهم اللي قاصحين شويه تنحيدهم صافي وترتبهم هكا صغيورين طريفات. هنا درت هاد السته باش غنبدا بسم الله وغادي نبدا هكا غنبداو على بركة الله. هانتوما تجيبو هكا تتحاولو تحطو وغادي نبدا ندور. نتوما كدورو عاد تجمعو عليها كلها تتبداو تبركو باش تيدخل كاع مع دوك القنيسات دياولها كاملين بهذا الشكل هذا. إيمي دولشي بريفيريتي شتو تيبقى هنا هكا عوج تنحاول نقادكو وتنجيو لهاد سميتو هذا اللي درنا ديال لاميدو ولا نشا وتندير هكا صافي. ها هي كتسد وغادي نحط هنايا هكا هادو الكبارات راه باينين. ها غادي ندير دوك الكبارات بوحديتهم وندير الاخرين بوحديتهم هكا. هادو هما نفس العمليه هادو ديال البيستاش راه تيجيو واعرين تيجيو زوينين بزاف هادو شتوهم هادو هما غنديرو هكا تزربو عليهم دغيا دغيا ديرهم ها المهم حاولوا تعصفو عليهم باش يجيو مقادين هكا. هادي ساهية ونستمر هكا نكمل هادشي وغادي نوري لكم كلشي ان شاء الله. خليكم معايا فرجتكم مرتاحة صافي. من بعد ما كملت هاد البريوات هاهما هاد الاولين درتهم غا باللوز هادو درتهم بالفستق هادو ميكس وجدت هنا واحد المقيلة حطيتها فوق البوطة وغندير فيها الزيت الزيت ديال القليان هكا. هذا زوين كي ما كيضرنيش من نوع جيد لان ما كاينش الفران اللي بغا ديرهم في الفران ممكن نديرهم حتىكم راكم كتعرفوا كيموت على القليان. انا غنذوق مع شي وحده ولا جوجات وغنقولش لكم واش ناكلهم ولكن زوينين تيجيو زوينين في القليان وما عنديش فران هذا هو اللي الفران ما خدامش هذا هو اللي خلاني ما في الفران تيجيو زوينين تيجيو رائعين. غنزيد نحل واحد الطار اخر نزيد واحد شويه ديال الزيت وغادي نوري لكم كلشي. نخلي الزيت واحد شويه سخون نزيد عليه دابا ملي برتو نديرو على رقم 3 صافي. هنا الزيت سخن بسم الله وتنبدا ندير دابا غير بالدفعه ندير هذوك الاولين اللي ميكس نوضعهم هنايا. دابا ما يوجدوش هنا غير العسل ديال الليمون ها هو ها هو شتو ديال الليمون وغادي نوضعو هنايا غنديرو هنايا نديرو واحد الكميه باش نبدا هكا فوالا صافي. وهادو ما نساوهمش غنقلبهم دابا هاهي دابا كيتحرقو ليا خصهم شي يتحرقو صافي. عشوية دابا غادي نبدا نهزهم نهز ونصفيهم هنايا هكا. بالنسبه للاخوات اللي بغى يديرهم في الفران ما يطيبوهمش يخليهم حتى للصباع اللي بغى ديرهم في الفران انا ما قليتهمش ملي كملتهم دغيا خليتهم واحد نص نهار تقريبا. اللي بغى طيبهم في الفران طيبهم بالزربه اللي بغى تقليهم تخليهم واحد شويه حتى ينشفوا صافي. وغنهز هكا نسكترهم واحد شويه وغادي نوضعهم في العسل هكا نزيد عاوتاني صافي والعسل نخليهم العسل صافي خليهم تما حتى يشربوا ليا العسل
نجنبهم وغادي ندير الدفعه الاخرى ونستعمر بنفس العمليه غنكملهم كاملين. مبروك رمضان. الله يبارك فيك، مبروك عليكم رمضان، الصحه والسلامه ان شاء الله. باقي مرايين هالبريوات بعد ما كملتهم، هادو ديال الفستق بيستاشيو، هادو الميستو ديال الماندورلا والبيستاكي، هادو مخلطين بجوج بيهم، وهادوك ديال اللوز. هذا السكر دابا يصال جاري بيستاكي دو سولو. اوكي بغا يدوق ديال والميستو تو اساجي كويستا يو اساجو كويلا. ما بينه يلا سير، ولا والكونتراريو كومي بوي الكونتراريو. يلا وغا يدوق هادي اللي مخلطه وانا غادي ندوق هادي ديال الفستق. عفتو راه زوينين، راه واثقنا مع غنعاودو معكم وصافي. بسم الله بسم الله. روز بالياطو واش با هادو البستق وما هادو هادو ديال اللوز بون هادي النص ديالها فيه الفستق وفيه اللوز. هاهي شتو بيو بونا غزي بيو بونا اوكي ميستر تي داك يوم قالك الميكس زوين. نتمنى يكون نالو اعجاب ديالكم هاد البريوات بلا السكر بلا الزبده بلا تعطيدات، شويه مقليين ولكن معليش ما خدامش عندي الفران، واللي بغات ديرهم بدون قلي راه ممكن ديرهم في الفران. ميلي فيرامينتي بونيسيمو. هذا العسل واعر، العسل واعر. ما مانجات انا كوزا كوزي. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، تشجيعاتكم للقناه والى فيديو قادم ان شاء الله، ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه، نهاركم مبروك.